كان حرص قوات الاحتلال البريطاني على تحصين سيناء راجعاً بالأساس إلى رغبة قوية في تأمين الملاحة بقناة السويس وضمان سلامة الطريق إلى المستعمرات البريطانية في الهند، دون اهتمام حقيقي بتنمية سيناء وتحسين جودة حياة أهلها. وفي المقابل سعت الدولة العثمانية إلى تعويض جزء من خسارتها بعد احتلال بريطانيا لمصر، فانتهز السلطان عبد الحميد الثاني فرصة إصدار فرمان تولية الخديوي عباس حلمي الثاني عرش مصر عام 1892 بأن حاول انتزاع سيناء من حدود مصر بنص الفرمان، وهو ما احتجت عليه مصر وأيدتها بريطانيا في ذلك، حتى تراجع الأتراك عن مطامعهم وأصدروا تعديلاً للفرمان يعترف بسيادة مصر على سيناء. وبعد 14 عاماً عاد الأتراك إلى مطامعهم في سيناء بأن اختلقوا نزاعاً عرف بحادثة طابة عام 1906، وأنزل السلطان عبد الحميد الثاني عساكره على رأس خليج العقبة بزعم أن طابة جزء من أراضيه، كما أمر قواته باقتحام رفح وانتزاع علاماتها الحدودية. وأرسلت مصر رجال الاستخبارات الحربية إلى الحدود، وقدمت احتجاجاً رسمياً مدعوماً بتهديد بريطاني عسكري. تراجع الأتراك على إثره للمرة الثانية وأعادوا علامات الحدود إلى مواقعها، وبالتزامن كانت تلوح في الأفق مطامع صهيونية أخرى في سيناء، حيث تقدم الصهيوني تيودور هيرتزل عام 1903 بمشروع لتوطين اليهود في العريش تحت ستار مشروع زراعي تملكه الشركة اليهودية الشرقية، لكنه اصطدم برفض مصري حاسم. وفي خضم تلك المطامع المتعددة ستندلع الحرب العالمية الأولى لتفجر الصراع وتحوله إلى مواجهات عسكرية على أرض سيناء من جديد.